المي بتيجي كل شهر، كل أسبوع، كل أسبوع، كل 3 أسابيع، حسب هم بتحكموا فينا حسب مزاجهم. هي مش بس صخر المخيمات، كل منطقة بيت لحم والخليل صارت في الأوان الأخيرة، لأنها صارت كلها يحولوها على المستوطنات. بدهم يشبعوا المستوطنين، وإحنا خلينا الشعب العربي يموت لحدا شنو سائلين فينا؟ عندهم الكلب ولا البس أبدا منه. وشو لا إيش بدها تشفي؟ لا جالي ولا لطبيخ ولا لغسيل ولا لقاش؟ والله حسب إمكانية الواحد، إشي عنده خزانين وإشي عنده 10 وإشي عنده 5، حسب إمكانية الواحد وإشي بيعبي فسطولة وباريق ومطرات عشان يوفر شوية مي للغسيل الإيدين، للطبيخ، للأكل، للجلي. هذا هو أهم إشي. وإسرائيل مش شبعان، أخذت كل هالأراضي وأخذت كل هالدنيا والأبار أخرى، حتى اللي باقن في الرشايد فجروهن، وواحد بير أخرى ناحية الخليل برضو فجروهن أساس الناس تعطش وتموت. هم حلين عنا؟ لا حلين، لا عن أرض ولا عن مي ولا عن بشر، بدهم يمحونا محي. As many countries in the world are facing a major problem with fresh water, Palestinians are facing this problem along with the Israeli occupation. Many of the most important underground well springs in the West Bank are located just to the east of the Green Line. Israel has built the wall not only to take over land, but also to take control of many of these wells in order to redirect water to Israel and illegal West Bank settlements. Of the water available from the West Bank groundwater, Israel uses 73%, Palestinians only use 17%, and 10% goes to Jewish settlers. Adi refugee camp in the northern city of Bethlehem, like everywhere in the West Bank and Gaza Strip, is facing critical problem with fresh water, especially in the summer. ايش طلع حي الواحد يسقي شويه ميه حتى كيف ما يوفر عليها مش لك طلعت يا دبل هاي هاي طلع حرام ورد زي هذا طال طال قلت له ايش ايش قادر نشرب المي هاي هاي هذا ياسمينه هاي طال مش خسر عليها حرام عليها هي السفيه ولا الواحد يشرب مي ولا يسكي الوردات ولا هي ولا نقطة مية فيه حسبي الله ونعم الوكيل والله مش هالصدى حتى من كتر المية الحل بعدين في الإشي فيها نسك الجزيرة تسكيني بعدين في الحياة هاي بعدين يا ربنا بعدين
صار هم الواحد اقسم بالله هم بس الميه والميه بس طول الليل. نروح الواد الصغير بده يتحمم من المدرسه، عندي يغسل اواعيه والمريول من سالم، فالشوب الواحد حتى الحمام هي والارانب كذا يسقيها. قلدنا خطيه من هالدجاجات اخرى. والله رجعنا قبل 30 سنه، بتذكر والله قبل 30 سنه المخيم واحنا قاعدين ناكل فتناج في دلاوه من العيون. العين البكت عند المطور، والعين عند عبد الخريوش، والعين عند عبد المجيد فوق، والعين بحرتنا عند ابو عمشه. قبل 30 سنه، كاش ساعه لا كهرب ولا مي، الله بيعلمك. هيدي نروح من المدرسه ناكل بتناج، الحين خلينا اولادنا ناكلوا في دلاوه وفي كناني. اللي صار معنا قبل 30 سنه بيصير معنا كل يوم. نحتفل الساعة ونستذكر حق العودة إلنا مبارح. طب ما هينا كل يوم في نكبة، طب ما هذا أجبر نكبة. شو بجذب عليك؟ اسمع صوت المطور، اسمع. ها سامع؟ هاي المطور، اسمع شرف امي. والله وحياة اولاد اجا. طب تعال عبد الله بسرعه، الحق اللي بيعبي شيء بتسمى. تعال يلا سلام. يا بخير. حمام اليوم؟ ها؟ حمام؟ Yeah.